السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. هاي محاضرة علم الأدوية 2 للصيدلة. كنت أنا مفاجئة عن موضوع الجاب، فلازم هلا نحكي عنه، مع إنه ما حيكون داخل معكم بامتحان الفيرست، بس بامتحان السكند رح نمتحنه. بس الموضوع هذا أنت مطالبة فيه حيكون معنا للفاينل إن شاء الله. موضوع كتير صغير وكتير سهل صراحة، وأدويته بيجوش على بعض كم من دولة بس، اوكي، يعني كلهم على بعض يمكن 3 أدوية جداد، حيكونوا 3 أو 4 بس. فموضوع كتير سهل. treatment of gout. gout هو النقرس. gout is a metabolic disorder. حلو، metabolic disorder. شو معنى metabolic disorder؟ ايش في metabolic disorders تانية في الجسم؟ طيب metabolic disorder يعني أو كلمة metabolic يعني إشي إله علاقة في الميتابوليزم بالجسم، بعمليات القيض في الجسم. لما نحكي metabolic disorder، disorder يعني في لخبطة، في عدم نظام. فهذا الحكي معناه إنه صار في عنا عدم نظام أو لخبطة في القيض في الجسم لشغلة معينة. في حالة مثلا السكري، في عنا هو السكري هو metabolic disorder، كمان مشكلة في عمليات الأيض، عنا مشكلة في عمليات الأيض المتعلقة بالسكر، تمام؟ الجاوت metabolic disorder، عنا مشكلة في عمليات الأيض المتعلقة في اليوريك أسيد، تمام؟ المتعلقة في اليوريك أسيد، أوكي؟ فعشان هيك هو إحنا بنصنفه metabolic disorder لأنه له علاقة في عمليات الأيض لعنصر معين أو لشغلة معينة في الجسم. Metabolic disorder characterized by high levels of uric acid في الدم، كميات كبيرة من uric acid في الدم، hyperuricemia، هايبر ارتفاع يوري يعني uric acid، uric يعني اللي هو uric acid، دائما نشوف كيميا يعني إيش له علاقة بالدم، resulting in disposition، ترسب of sodium urate crystals in the tissue. تترسب كريستالات اليوريك أسيد، تترسب بالتشوز، سواء كانت التشوز هاي هي الكدنيز أو المفاصل. اللي إحنا بنحكي أو بنسمع هذا شغلة كومن، إنه ببلش الوجع في الأصبع الكبير. هي يعني ليش الفكرة ببلش الوجع في الأصبع الكبير؟ كون الجاذبية الأرضية وكذا، فبتكون الوجع أكثر شيء في التوز، بس هو مش معناه إنه بس بالتوز متجمع، لا، بتجمع في أماكن أخرى غير أصبع الرجل، لا، بتجمع في المفاصل، في الكدني، بتجمع في أماكن أخرى في الجسم، بس إحنا دائما ربطينها أوكي مرض النقرس بصير أصبعه الكبير وجعه، بس إحنا الموضوع أكبر من هيك، مش بس أصبع كبير، عندنا مفاصل الجسم كلها. acute attack attacks involve joint inflammation initiated by precipitation of uric acid crystals. الجاوت، مرض الجاوت ينقسم إلى شغلتين وهلأ إحنا رح نشوفها. ينقسم إلى acute وchronic، تمام؟ الأكيوت معناها اللي هو acute يعني حاد، يعني هلأ عنده الألم، هلأ عنده الانفلاميشن، أوكي؟ بكون إنه صار عنده الانفلاميشن وهاي ترسبت هاي الكريستالز في الجونز. اما الكرونيك هو بتكون الحاله انه هو بيكون كرونيك، بعدين ممكن تجي اكيوت اتاك، بعدين كرونيك، بعدين اكيوت اتاك. الكرونيك هي الحاله المزمنه من مرض الجاوت. ممكن شخص يعاني من الاكيوت جاوت، من الاكيوت جاوت اتاك، مو الا يكون مريض جاوت، وهلا حنشوف شو هي الحالات ممكن هيك تكون، تمام؟ treatment strategies، شو هي الاستراتيجيات تاعت العلاج؟ زي ما شفنا باركنسون عندنا اكثر من استراتيجي، كمان نفس الشيء في الجاوت. reducing inflammation، reducing during acute attack، يعني لما يكون عندنا الاكيوت اتاك بدنا نخفف الالم ونخفف الانفلاميشن، اوكي، نخفف الالم والانفلاميشن في الاكيوت اتاك. reducing inflammation during acute attack، الادويه اللي بتستخدم هي الكولشيسين، الانسيتس والجلوكوكورتيكويدز، حنحكي بالتفصيل على المواضيع هاي. accelerating، الاستراتيجية الثانية accelerating renal excretion of uric acid، يعني نزيد من خروج اليوريك أسيد عن طريق البول. اليوريك أسيد الزيادة اللي بالدم بتخلي الكدني تطلعه أكثر عن طريق البول، أوكي، عن طريق
أدوية زي البروبنسيد والسلفين بايرازون reducing conversion of purines to uric acid، يعني نقلل تصنيع اليوريك أسيد by xanthine oxidase بالإنزيم اللي هو بيصنع اليوريك أسيد في دواء الألوبيورينول والفيبوكسوستات. تمام، هاي الاستراتيجيز، خلينا نطلع على كل واحدة بالتفصيل وكل دواء. هاي كلها introduction. نشوف شو هو مرض الجاوت. حنشوف هون إن هذا مفصل، هون عنا نهاية عظمة ونهاية عظمة ثانية، هذا مفصل، هذا المفصل زي ما إحنا شايفين هون في عليه أشياء غريبة، أشياء مش طبيعي تكون بالمفصل. شو هي هاي الأشياء؟ هي كريستالات اليوريك أسيد. كريستالات اليوريك أسيد هي جسم غريب ترسب على هالمفصل. تمام، إذا خلايا المفصل اللي هون، هاي الخلايا أوكي مو متعودة إنه يكون في عليها هذا الإشي. هاي خلايا، هاي الخلايا مو متعودة إنه يكون في عليها اليوريك أسيد كريستالز بهذا الشكل، فهي هاي الخلايا بتصير تطلب المساعدة وبتطلع مادة. شو هي بتطلع؟ هاي الخلايا اللي هون اللي مترسب عليها اليوريك أسيد كريستالز بتطلع مادة اسمها البروستاجلاندين. متذكرين البروستاجلاندين؟ متذكرين اللي بنحط هذا على اللي بنحط الضوء اللي بنحط فوق سيارة الإسعاف فوق سيارة الشرطة السايرن، هاي اللي بتطلع صوت الإسعاف أو صوت الشرطة أو الدفاع المدني، هذا هو البروستاجلاندين. البروستاجلاندين هالإنذار طلع، هذا الإنذار حينادي اليوكوترينز الوايت بلاد سيلز كلهم حيناديهم لعنا. حتيجي الوايت بلاد سيلز تيجي على هاي المنطقة تشوف شو المشكلة، والله عندنا كريستالات غريبة جاي على هذا التشو، تيجي وبتبلش البلعمة بتاعتها، بتصير تاكل في الكريستالات هاي وبتصير تترسب على هالمنطقة. احنا عارفين الوايت بلاد سيلز لما تعمل المعركة ما بتعملها بهدوء، لا بتعمل معركة وبتفتح الدنيا عليها. بتصير عندك هون سوائل في المنطقة، حرارة، ألم بسبب البروستاجلاندين، تجمع سوائل بسبب الخلايا الدم البيضاء وخلايا التشو اللي عم بتموت قاعدة، فصارت عندنا منطقة التهاب وألم شديد عند المريض. أوكي، ساينوفوسايتس يعني خلايا المفصل أوكي، وترسبت عليها الكريستالز وبتجي هاي وبتبلع الكريستالز. تمام، وبتطلع بروستاجلانديز عشان يجوا الوايت بلاد سيلز بكل أنواعهم ويعملوا معركة هون في هاي المنطقة. إذا هذا هو الباثوفيزيولوجي تبع باثوفيزيولوجي مبسط جدا عن عن الجاوت. تمام، اذا خلينا هلا ندخل في تفصيل كل واحدة، ايش هو الجاوت والاكيوت جاوت اتاك. حكينا شو هو الجاوت يعني حكينا باختصار شو هو الجاوت، خلينا نبلش نحكي اكيوت جاوت اتاك. الاكيوت جاوت اتاك ممكن تصير مع مرضى جاوت او مرضى مش جاوت، يعني ممكن تيجي للواحد اكيوت جاوت اتاك بسبب ارتفاع مفاجئ في اليوريك اسيد بجسمه سواء كان مريض جاوت او مش مريض جاوت. زي مثلا باي حالات اكسسيف الكحول كونسامشن، يعني واحد شرب كميات كحول كبيره ممكن تصير عنده اعراض الاكيوت جاوت اتاك، مع انه هو مش مريض جاوت بس صار عنده ارتفاع في اليوريك اسيد وعمل عنده بريسيبيتيشن للاكيوت جاوت اتاك، بس مش الا يكون مريض جاوت. دايت ريتش وذ بيورينز، يعني واحد مريض جاوت الطبيب نبهه ما تاكل حمص كثير، ما تاكل اشياء اللي فيها بيورينز بنسبه عاليه، فيها يوريك اسيد بنسبه عاليه، وهو مريض جاوت وضعه منيح وبياخذ ادويته ووضعه مرتب. بس شو صار فيه؟ اللي صار فيه انه مثلا قعد يومين ثلاثه ياكل اكل فيه يوريك اسيد، فيه مصدر لليوريك اسيد كبير، وصار عنده اكيوت جاوت اتاك. هذا مثلا مريض جاوت صارت عنده اكيوت جاوت اتاك. كدني ديزيز، واحد تعرض لمرض في الكدني وصارت عنده اكيوت جاوت اتاك، ممكن يكون مريض جاوت او مش الا يكون مريض جاوت. تمام، اذا الاكيوت جاوت اتاك ممكن تيجي لمرض الجاوت او مش مرض الجاوت. تريتمنت الانسيتس، الانسيتس احنا عارفين الانسيتس حكينا عنهم، اندوميثاسين، ديكلوفيناك، الانسيتس القوية شوي هذه بتحد من الانفلاميشن تبع الاكيوت جاوت اتاك وبتخفف من الالم تبعها. انسيتس such as اندوميثاسين وديكلوفيناك are effective in inhibiting inflammation of acute gout attack. اذا هي بتقلل الانفلاميشن تبع الاكيوت اتاك. تمام، وهذا احنا بدنا اياه، احنا هلا بدنا نعالج السيمبتومز بعدين بنشوف المشكله. هلا المريض عنده الم شديد وعنده انفلاميشن، خليني اشوف المشكله هاي اعالجها
بعدين بروح للأندرلاين كونديشنز السبب اللي هو عمل لي هاي الأكيوت أتاك. They reduce prostaglandin formation وفهمنا كيف عن طريق الكوكس انزيمز, inhibit crystal pathogen crystal phagocytosis بتقلل من الفاجوسايتس يعني بلعمة, تقلل من البلعمة اللي بتعملها الماكروفاجز الوايت بلاد سيلز, لأنه هدول الماكروفاجز اللي هي نوع من الوايت بلاد سيلز ما أجت على هالمنطقة غير لأنه في بروستاجلاندين, غير لأنه الخلايا قاعدة بتنادي, فأجت الماكروفاجز تلبية للنداء هذا. فلما إحنا قللنا البروستاجلاندين الميجريشن أو هجرة الماكروفاجز للمنطقة اللي فيها الكريستالز تبع كليوريك أسيد. أسبرين is contraindicated in gout. تمام؟ الأسبرين ممنوع ينعطى بالجاوت. ليه؟ لأنه ممكن إنه increase the uric acid serum levels by blocking the tubular secretion of uric acid. أسبرين ممنوع ينعطى, ولو إنه في يعني دراسات وفي أطباء بيعطوا البيبي أسبرين لمريض الجاوت بيعطوا إياه كوقائي من الكلوتينج, بس طبعاً مع مراقبة مع مراقبة الحالة مع كذا, يعني ما بصير مريض جاوت تقول له عادي خد بيبي أسبرين على راحتك, لا, طبيب بيكون تحت مسؤولية الطبيب ومراقبته. هنا عندنا النفرون, تمام, هذا النفرون, هذا النفرون طالبات بتدخلوا البلد فيسلز وبصير عندنا فلتريشن وبتطلع الأملاح والمية وكل الأشياء عارفينها من الاناتومي وعرفيتها من فرمة واحد وكل شيء. الاسبرين بصير له اكتف بصير له تيوبولار سيكريشن, يعني الاسبرين من البلد, هاي البلد هذا البلد, الاسبرين بيطلع من هون للنفرون عن طريق التيوبولار سيكريشن, اوكي, يعني اكتف ترانسبورت من هون لهون عن طريق ترانسبورتر معين. مشكلة الأسبرين واليوريك أسيد الاثنين بتنافسوا على نفس الترانسبورتر هون انهم يطلعوا. اليوريك أسيد والأسبرين الاثنين نفس الترانسبورتر بنقولهم. فمريض الجاوت لما ياخد أسبرين بتصير عنده انه الأسبرين احتمال ينافس اليوريك أسيد على نفس الترانسبورتر اللي بيطلع اليوريك أسيد من الجسم بوديه على البول, فساعتها بفوز الأسبرين وبيطلع برا واليوريك أسيد بيضل جوا الدم فبيرفع اليوريك أسيد. فعشان هيك الأسبرين هو كونترا إنديكيتد في الجاوت, لأنه بعمل إنهيبيشن للتيوبولار سيكريشن في الكيدني لليوريك أسيد عشان يطلعوا في البول. سايد إفكتس إحنا عارفين المشاكل تبعت الإنسيدز, الرينال دامج, كمان المشاكل المعدة الجي آي تي, كمان إندوميثاسين حيعمل عنا تغيرات في الدم وبون مارو ديبريشن, وحيعمل عنا تغيرات في الدم حكينا عنها. الإندوميثاسين ممكن يعملها هو والميفينيميك أسد حكينا عنها في تبعت الإنسيت, حيعمل عنا أعراض زي قريب الهيمولوتيك أنيميا, قريب فقر الدم أو تكسر الدم بسبب تأثيره على البون مارو, حكينا هذا الإشي في الإنسيت. الكولشيسين, هو دواء, هذا الدواء يستخدم على فكرة الكولشيسين كتير مميز في الجاوت, لأن الكولشيسين يستخدم بكل حالات الجاوت سواء كان كرونيك أو أكيوت. الكولشيسين يستخدم عادة في الأوتو أمين ديزيز في الأمراض المناعية. ليه؟ لأنه بقلل من رد فعل المناعي تبع الوايت بلاد سيلز, فبفيدنا بالجاوت انه بيقلل من الانفلاميشن اللي ممكن عم بصير بسبب اليوريك اسيد كريستالز اللي موجوده على المفاصل. الكولشيسين يوزد اورالي اند بارنتالي, ممكن يستخدم ابر او عن طريق الفم. له انتي شوف الكولشيسين له كثير افكتس وبنقدر نستخدمه بالكرونيك وبالاكيوت. اول شيء هو انتي انفلاماتوري افكت, بيقلل من الوايت بلاد سيلز formation and migration, بقلل من انهم يزيد عددهم في الدم وبقلل من المايجريشن, يعني بقلل من انهم يهاجروا لمنطقه اللي فيها يوريك اسيد. هاي الهجره, هاي انهم اجوا هون, هاي الوايت بلاد سيلز وهاي الوايت بلاد سيلز اجوا عند هذا المفصل, اجوا عند خلايا المفاصل, هاي اسمها migration الوايت بلاد سيلز, انها كلها تجمعت في هاي المنطقه. فالكولشيسين, هيو الكولشيسين زي ما احنا شايفينه عم بمنع هاي الوايت بلاد سيلز تيجي وتنادي الوايت بلاد سيلز ثانيه.
طلعوا هون عندنا الاندوميثازين، الاندوميثازين بيمنع البلعمه وبيمنع البروستاجلاندين كمان. اوكي طيب، فهو بقلل من الوايت بلاد سيلز فورميشن اند مايجريشن اند اولسو ريديوسز فاجوسايتوزس، بقلل من ابتلاع الوايت بلاد سيلز للكريستالز، لانه ابتلاعها للكريستالز بخليها تموت وتصير باس وتصير سائل تتجمع في منطقه المفصل وتعمل الالم هذا. انالجيسيك افكت كمان، it relieves the pain in acute attack if of gout even if it is not an analgesic، حتى مع انه مش مسكن ورغم ذلك هو بيقلل من الالم في الاكوت اتاك. طبعا يعني احنا بنحكي هون يعني ضربنا عصفورين بحجر واحد، اعطينا دواء قلل الانفلاميشن وشال الالم. احنا مش اكثر عصفورين، ثلاث عصافير، لانه هو كمان بروفيلاكتيك افكت، وهذا هو استخدامه في الكرونيك بروفيلاكتيك. يعني مريض جاوت بين فتره وثانيه بتيجي اكوت اتاك، اكوت اتاك هاي ببطل يعرف يمشي، بتالم، بيعرفش ينام، بيعرفش يتحرك. طبعا هذا إشي مزعج، انا بيهمني هذا مريض جاوت. اوكي انا 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 يعني اوكي احتمال اني ما اقدر اعالجه من الجاوت، بس احتمال اني انا اقدر احسن اللايف ستايل تبعه. كيف احسن اللايف ستايل؟ انه انا مثلا حنصحه من ناحيه الاكل، حاعطيه ادويه تخفف الالم تبع الاكيوت اتاك، ولما تروح الاكيوت اتاك راح اعطيه ادويه تمنع الاكيوت اتاك ترجع. ايش هاي الادويه؟ منها الكولشيسين. لو دوزز من الكولشيسين are used to prevent acute attack of gout in patients with a history of multiple attacks. يعني مريض جاوت، هذا المريض الجاوت هذا مثلا ممكن يكون انه عنده مشكله في الكدني او الاكل تبعه مش قادر يتحكم فيه وسورس عالي من اليوريك اسيد او شو ما كانت المشكله عنده. المهم انه اليوريك اسيد عالي بجسمه، كل فتره بصير عنده اكيوت اتاك بروح على المستشفى وبضل يراجع طبيبه، تعبان كثير من هالموضوع، واللايف ستايل تبعه كثير متاثر من الاكيوت اتاكس اللي بتجي كثير. فمشان هيك الطبيب ممكن يعطيه جرعات قليله من الكولشيسين بالاضافه لعلاجاته الاخرى عشان يمنع الاكيوت اتاك تضلها تيجي. اوكي السايد افكتس تبع الكولشيسين، مشكله الكولشيسين انه لازم مراقبه للجرعات. اوكي لانه في له سايد افكتس ممكن انها تاثر. دوزز ريكويرد فور تريتمنت اوف اكيوت جاوت اتاك مايت كوز جي اي تي اريتيشن، بتاثر على الجي اي تي. نوزيا الدياريه كمان ممكن تعمل عندنا مشاكل في الجي اي تي، مشاكل في المعده ومشاكل اسهال ومراجعه. طبعا يعني احنا يعني هذا الاشي يعني بده يكون في مراقبه من الطبيب وتوعيه للمريض. It may cause renal and liver damages كمان if doses are not well monitored. مراقبه للجرعات في الدم ومراقبه السايد افكتس ونضل نتابع مع المريض. يعني هذا مرض بده متابعه زي مرض السكري والضغط، مش زي ما احنا عم بنشوف المريض ما عم بيجرجع الطبيب غير لما تصير معاه الانجينا وغير لما يصير معاه هايبرغليسيميا. لا، لازم مراجعة متواصلة. used with caution in patients with cardiovascular diseases، استخدامه بحذر مع مرضى أمراض القلب. أوكي overdose is often fatal، الجرعة العالية من الكولشيسين هي قاتلة. يعني هذا دواء لا يستهان فيه. contraindicated in pregnancy، ما بينعطى للحامل أبدا. تمام، هاي بالنسبة للكولشيسين. هذا الدواء اللي بنقدر نستخدمه بالأكيوت وبالكرونيك، يعني هو دواء كتير مميز. هلا خلينا نحكي على الكرونيك جاوت أتاك. وإحنا هون عنا الكرونيك، يعني إحنا ما عم نحكي عن مرض مؤقت، إحنا عم نحكي على شخص عم يعني حاليا بيعاني من هذا المرض المزمن وعايش معه. كرونيك جاوت might be due to genetic defects، مشاكل جينية عم بتأثر على الميتابوليزم او الانتاج تبع اليوريك اسيد، زي الليشنيهان سيندروم. الليشنيهان سيندروم هو مرض مرتبط بال يعني هو مرض هو يصيب الاولاد اكثر من النساء، اللي هو بنحكي له نسيت شو اسمه هذا الاشي. احنا عندنا بيكون اكس واي الذكر والانثى اكس اكس، فهو مرتبط بالإكس. فلما يكون مع الرجل عند الرجل بكون مصاب، أما لما تكون عند المرأة فهي بتكون حامل للمرض، لا تظهر عليها الأعراض إلا بعمر كبير. أما الرجل إذا كان عنده إكس واحد حامله خلاص هذا بكون مصاب. المرأة لازم يكون الإكسين فيهم هذا الميوتيشن أو هذا الجين تبع المرض،
عشان تعتبر انها مصابه، تمام؟ فهو بيكون نسبته في الرجال او في الذكور اكثر من النساء. الذكر ببين عليه من عمر صغير اعراض المرض واحتمال ما يعيش لل 20، الانثى ببلش اذا في حال كانت حامله للمرض وهي نسبتها اعلى تكون حامله للمرض، وطبعا وراثي. في حال انه هي كانت حامله لهذا المرض فهي ممكن تظهر عليها الاعراض على كبر، تظهر عليها اعراض مشاكل الجوت. اما الميل لا، من عمر صغير بلش عنده اعراض الجوت ومشاكل اخرى كثير ثانيه، واحتمال كبير ما يعيش، يعني احتمال ما يوصل ال 20 لما يكون مصاب بهذا المرض الشنيهان سيندروم. رينال ديفيشنسي، مشاكل في الكليه كمان ممكن تؤدي للكرونيك جوت. المشاكل الكليه ممكن تؤدي للكرونيك او الاكيوت. اكسسيف سينثيسيس اوف يوريك اسيد، صراعه اليوريك اسيد او زياده تصنيع اليوريك اسيد از ريزلت اوف كيمو ثيرابي. واحد تعالج في اخذ جرعات كيمو ثيرابي، وجرعات الكيمو ثيرابي بتعمل كثير مشاكل عند الشخص، مشاكل ممكن تظهر للابد معاه يعني، ومنها ممكن تصير الكرونيك جوت. ممكن كمان هذا الشخص عنده اكسسيف سينثيسيس اوف يوريك اسيد بسبب اللايف ستايل تبعه، طريقه اكله. اوكي؟ انه هو اللايف ستايل تبعه طريقه اكله فيها يوريك اسيد عاليه، ومثلا الاطباء نبهوه كذا وما في فايده ومتمسك باللايف ستايل تبعه، فهو على الاغلب حيكون معاه كرونيك جاوت المرض. وطبعا الكرونيك جاوت بتخللها الاكيوت. عندنا طريقتين لعلاج الكرونيك جاوت، يا اما اليوريكوزيريك ايجنتس او الاكزانتين اوكسيديز انهبيترز. من اسمائهم يوريكوزيريك ايجنتس، يعني ادويه بتطلع اليوريك اسيد الزياده في البول، انكريز يوريك اسيد اكسكريشن، بتزيد من طرح اليوريك اسيد في البول عن طريق الكليه الكدني. يوريكوزيريك ايجنتس زي البروبينيسيد والسلفينبايرازون are weak acids، أحماض ضعيفة that compete with uric acid for reabsorption، إعادة الامتصاص in the proximal tubules. تمام؟ إذا اليوريك أسيد بصير له إعادة امتصاص في الكدني. إعادة امتصاص لوين؟ للدم، يعني هو من الدم بيطلع بالأكتيف ترانسبورت للكدني، وبعدين بيمشي في التيوبولز تبعت الكدني، بعدين في نقطة تاني ممكن انه يعمل له اعادة امتصاص عشان الجسم ياخذ الكمية اللي بيحتاجها منه. تمام؟ اليوريك اسيد جسمك بيحتاجه، بس هو زيادته هي المشكلة. زي كل اشي بجسمك، الملح، السكر، الدهون، كل هاي اشياء مهمة بجسمك، بس زيادتها هي اللي بتعمل عندك المشكلة. تمام؟ اليوريك اسيد بصير له ري ابزوربشن، اعادة امتصاص بالتيوبولز بانابيب الكلية. اعادة الامتصاص هاي في مريض الجاوت هي عم تعمل له مشكلة. نفس الشيء بالضغط، بالضغط بفارما واحد حكينا اعاده الامتصاص بحاله الناس العاديين للاملاح هي لازم لجسمه عشان يضل واقف على حاله ويضل في توازن بجسمه، بس لما مريض الضغط بسبب صار انه عنده امبالانس، عدم توازن، اعاده الامتصاص تبع مريض الضغط عم تعمل عنده ارتفاع في الضغط زياده. نفس الشيء لمريض الجوت، اعاده الامتصاص للناس العاديين لليوريك اسيد هي شيء ضروري عشان نحافظ على التوازن تبع الجسم. اما اعاده الامتصاص لليوريك اسيد لمريض الجاوت عم تعمل عندنا زياده في اليوريك اسيد. فشو بتعمل اليوريكوزيريك ايجنتس؟ تيجي هي بتتنافس مع اليوريك اسيد على مكان اعاده الامتصاص بالكليه، وهي بترجع بداله على الدم واليوريك اسيد بيطلع بالبول. اذا عم بيتنافسوا على نفس المكان. عم بتنافسوا، اليوريك أسيد بده يرجع للدم للبلاد. اليوريكوزيريك ايجنتس واليوريك أسيد الاثنين عم بتنافسوا نفس المكان. اليوريكوزيريك ايجنتس بيرجعوا اللي هم زي البروبينيسيد، اما اليوريك اسيد لا، عم بيطلع، ما عم بيصير له ري ابزوربشن، عم بيطلع في الدم. اما البروبينيسيد او السلفينبايرازون هذول لا، هذول عم بيرجعوا للدم وبينافسوا اليوريك اسيد على هذا الترانسبورتر اللي بيرجعوا للدم. تمام؟ فهيك بصير عندنا انكريز يوريك اسيد اكسكريشن، بتزيد من خروج اليوريك اسيد عن طريق البول. given orally for treatment of a chronic gout، بتتاخد للكرونيك جاوت، لعلاج الكرونيك جاوت، على اساس انه احنا بهمنا بعلاج الكرونيك جاوت نحافظ على الليفلز تبعت اليوريك اسيد، هو علاج يعني دعم. اوكي؟
كسبورتيف زي الضغط والسكري والإبيليبسي والأمراض المزمنة بشكل عام. الجاوت هو علاج سبورت للمريض إنه اليوريك أسيد يضله بالليفلز اللي هي بالليفلز الطبيعية، وكمان ما تصير عنده الأكيوت أتاك، نمنع الأكيوت أتاك. بس في شغلة، في حال صارت الأكيوت أتاك فهاي الأدوية، هاي الأدوية لا تستخدم في الأكيوت أتاك، not used in acute attack. ليه؟ يعني مثلا هلا شخص بياخذ أدوية الجاوت، قصدي عفوا شخص صار عنده acute gout attack، صار عنده ألم بمفاصله، ألم بأصبعه الصغير، inflammation، راح على الطبيب، الطبيب قال له أنت عندك acute gout attack، بدنا نعالج الأكيوت جاوت أتاك هاي ونعرف شو السبب وراها. هلا لما يجي يعالجه، اذا بلش له بمثلا اليوريكوزريك ايجنتس او الادويه الثانيه اللي حنحكي عنها الاكزانتين اوكسيديز انهبيترز، شو حيصير فيه؟ حيصير عنده الاكيوت اتاك تزيد. ليه؟ لانه عاده في بدايه علاج هاي الادويه اليوريكوزريك ايجنتس والاكزانتين اوكسيديز انهبيترز، اول ما نبلش علاجها راح تعمل عندنا اكيوت اتاك هي نفسها. اوكي، ببدايه العلاج ممكن تعمل عندنا اعراض الاكيوت اتاك. اوكي، وهذا الاشي طبعا احنا يعني حنسيطر عليه بادويه معينه. اذا طبيعي هاي الادويه تبعت الكرونيك اول ما نبلش علاجها انها تعمل عند المريض اعراض الاكيوت اتاك اول ما نبلش العلاج. بس لما العلاج يمشي وخلص صار وضعه تمام، خلاص ما بيعاني من هالمشكله. اذا في بدايه العلاج تسبب اكيوت جاوت اتاك، عشان هيك لا تستخدم في علاج الاكيوت اتاك، هي تستخدم بس للكرونيك جاوت لما نسيطر على الاكيوت اتاك. يوريكوزريك ايجنتس انهبيت سكريشن اوف اذر ويك اسيدز زي البنسيدنل والميثوتروكسيد، يعني هي بتاثر على هاي الادويه، بتاثر على هالادويه وبتمنع بتمنع كمان بتاثر على هالادويه وبتمنع خروجها للدم، بتزيد من فعاليتها. هاي اليوريكوزوريك ايجنت زي البروبنسيد والسلفين بايرازون بتمنع البنسلين انه يطلع على البول، بتخلي البنسلين يضل فتره اطول بالجسم، والميثوتريكسيد كمان بتخليه فتره اطول بالجسم. البنسلين والميثوتريكسيد حنحكي عنه بالفارما 3، البنسلين انتي بيوتيك، الميثوتريكسيد هو انتي ميتابولايت يستخدم بالكانسر وبعض الامراض. تمام، سايد افكت كان بريسيبيتيت ان اتاك اوف acute doubt during the beginning of their action. يعني في بداية أول ما يأخذ المريض اللي يبلش فيها ممكن تصير عنده أعراض acute attack. بس كيف هالإشي الطبيب بقدر يسيطر عليه؟ إنه أول ما يبلش يعطيهم هالأدوية يعطيها مع كولتشيسين أو إنسيدز، إندوميثاسين أو ديكلوفيناك. يعني الطبيب حيقول له أبلش لك هلا بدواء جديد اسمه البروبنسيد مثلا او السلفين بايرازون او الادويه الثانيه الالوبيورينول اللي حنحكي عنها هون، بس انه هذا الدواء احتمال يعمل لك شويه اوجاع اولها اول فتره من الاستخدام، فالطبيب بيعطيه معه جرعه من الكولتشيسين او بيعطيه معه الانسيت وبقول له يستخدمه معه في البدايه، وبعد فتره بيقطع الادويه الثانيه وبيستمر بهاي الادويه تاعت الجاوت وبكون وضعه تمام ومسيطر عليه مع اللايف ستايل، مع المتابعة، مع كل شيء تاني حكينا عنه. إكزانتين أوكسيديز إنهبيترز اللي هي المجموعة الثانية في علاج أدوية الجاوت للكرونيك. هذا كمان بنعطوه أورالي فور مانجمنت أوف كرونيك جاوت نوت إفكتيف إن أكيوت أتاكس، لأنه بالأكيوت أتاكس شو حكينا احتمال إنها تعمل تزيد من ألم الأكيوت أتاك في البداية، عشان هيك لما بنبلش نعطيها مع الكولتشيسين او مع شو اسمه الاندوميثاسين او الديكلوفيناك. طب خلينا نشوف شو بتعمل هالادويه. هاي الالوكسيانتين أي الإنزيم الهدف عندنا اللي هو الإكزانتين أوكسيديز، هذا الإنزيم هو مسؤول عن عمليات أيضا البيورينز في الجسم. أوكي، عمليات أيضا البيورينز كتير مهمة في الجسم لصناعة الدي إن إيه، فهو بيأثر هاي الإنزيم بيعملنا الميتابوليزم تبعت البيورينز أو خط صناعة البيورينز في الجسم أو خط الميتابوليزم تبع البيورينز والبايريميدينز في الجسم، وبيحولها كلها، ومن خط التصنيع هذا بتكون عندنا اليوريك أسيد في الجسم. البيورينول هلأ
اوكي بس خلينا نركز في الموضوع. المهم عندنا دوايين في هاي المجموعه، دواء اسمه الالوبيورينول ودواء ثاني اسمه الفيبوكسوستات. الالوبيورينول هذا ما في له سلكتيفيتي، يعني بيأثر على اي انزيم بيشبه الكزانتين اوكسيديز او بيشتغل نفس شغل الكزانتين اوكسيديز. الكزانتين اوكسيديز هو الانزيم اللي بينتج اليوريك اسيد، بس هذا الانزيم في انزيمات تانية بتشبهه، وهي الانزيمات كلها بتشتغل على البيورينز. البيورين هو المادة الأساسية اللي عم بتكون منها اليوريك أسيد في نهاية السلسلة الطويلة. إذا في عندنا تسلسلات كتير وتفاعلات كتير في النهاية أدت لليوريك أسيد، هاي التفاعلات اللي كتير فيها كتير انزيمز انفولد، فيها كتير انزيمات عم تعملها، أحد هالإكزانتين أوكسيداز. فالألوبيورينول، الألوبيورينول بيتحول للألوكزانتين، هي هون ألوكزانتين هو نفسه الألوبيورينول، هو برودكت بيتحول للمادة الفعالة. هذا الالوبيورينول عم بيعمل انهيبيشن لهذا الانزيم، تمام حلو كتير، يعني بقلل اليوريك اسيد، المفروض انه يكون وضع تمام. بس مشكله الالوبيورينول انه بيعمل انهيبيشن لكل الانزيمات اللي بتشبه هذا الانزيم، بتشبه اكزانتين اوكسيديز. هاي طبعا عندنا مشكله، ما في سلكتيفيتي، يعني هون في عندي سايد افكتس كتير. اما الفيبوكسوستات، الفيبوكسوستات لا، بمسك بس هذا الانزيم، سلكتيفيتي لهذا الانزيم بس، ما له خص باولاد عمه التانيين اللي بيشتغلوا على البيورينز. لا، هو بيجي على الاكزانتين اوكسيديز بقول له انت سبب المشكله، انت اللي عم تعمل اليوريك اسيد، بحكم معك بحالك، ما راح اثر على الثانيين. اوكي، فاحنا عندنا الالوبيورينول بتحول للالوكزانتين اللي بيعمل انهيبيشن للاكزانتين اوكسيديز والاذر انزيمز اللي بتشتغل في البيورينز، وعندنا الفيبوكسوستات اللي هو سيلكتيف للاكزانتين اوكسيديز، فهون عندنا النتيجه العلاجيه احسن والسايد افكتس اقل. تمام، الالوبيورينول هو برودكت از كونفرتد تو الوكزانتين ويتش ريفرسيبلي انهيبيت اكزانتين اوكسيديز اند اذر انزيمز انفولد ان بيورين ميتابوليزم. فيبوكسوستات ان يور دراج مور افكتيف ذان الالوبيورينول، ليه؟ لانه سيلكتيفيتي عاليه للاكزانتين اوكسيديز وبيسيب الانزيمات الثانيه اللي ما عم تعمل لي مشكله بيسيبها بحالها. سايد افكتس، الالوبيورينول بيعمل جي اي تي ابسيت تراش ببداية العلاج، ممكن يعمل acute gout attack، فبيستخدم مع الكولشيسين أو الاندوميتاسين. الالوبيورينول بيأثر على الميت، احنا حكينا الالوبيورينول ما في إله selectivity، تمام؟ مش حكينا عن هذا الموضوع إنه الالوبيورينول ما إله selectivity. أي إشي بيورين، أي إشي بيورين حيأثر على الميتابوليزم تبعته. من الأشياء البيورينز بعض الأدوية زي الانتي كانسر دراج 6 ميركابتوبيورين حنحكي عنه بفارما 3، او اميونو سبريسانت حنحكي عنه كمان بفارما 3 زي الازاثيوبرين. هدول لاحظوا اسمهم برين، هدول مشتقات بيورين، يعني بصير لهم ميتابوليزم بالجسم بالانزيمات تبعت البيورينز. الانزيمات تبعت البيورينز الالوبيورينول ما بتركها بحالها، بمنعها، فهو حيأثر على الميتابوليزم لهاي الأدوية. فهون في عنا تفاعلات أدوية مع بين الالوبيورينول والأدوية الثانية اللي بتشبه البيورينز. أوكي، في بوكسستات هيأثر على الليفر فانكشن أبنورمال. شو صار هون؟ الفيبوكسستات، تمام، الفيبوكسوستات زي ما حكينا الفيبوكسوستات بيأثر على liver function abnormalities، يعني ممكن المريض بيستخدم الفيبوكسوستات تظهر عنده فحوصات الليفر تصير فيها مشاكل وإنزيمات الليفر، بيعمل كمان هيدك وجي اي تي أبسد الفيبوكسوستات. هاي بالنسبة للأدوية اللي هاي بالنسبة للأدوية اللي بتعالج مرض الجاوت أو بتسيطر عليه، سواء كان أكيوت ولا كرونيك أتاك. تمام، يعطيكم العافية طالبات، إحنا خلصنا موضوع الجاوت وبدي أبلش بموضوع الأزمة. يعطيكم العافية.